بابا انت مو جبت بردة لغرفتي، ليش غيرت رأيك وحطيتها بغرفة جميل؟ بنيتي انت مو اتفقتي انت وماما هاي البردة تتخلى بغرفة الولد اللي هو جميل؟ انت عليش ضايجة بابا؟ شكو بيها بقى خليناها بغرفة جميل؟ اصلا هي البردة مال ولد. اي بابا قلنا، بس انا هي مالتي، انا اريدها حتى لو ما اعلك ارض اضمها. بنيتي ما يصير الشكل يا بنيتي، قولي للاخوتش يابا هاي هدية مني لك، ما بيها شيء. سووا هذا يجرب البردة وهي تجرب البردة، صار بالبردة؟ صار. انشقت نصين؟ لا طبعا. واصرف بردات يا ابو جميل. صدق زينب النوبة ما عاجبها، انا ما صورتكم هيجي، هاي انا احبابي هيجي، معقولة جمولي؟ معقولة زنوبة؟ شو تقول العالم علينا؟ هاي انت اخوان هيجي. لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناة شهاب الفضائية.